طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية قبل ما نخش في أي تفاصيل أعزي نفسي وإياكم فقيد الدفعة الخامسة دكتور محمد علي توفى في حادث حركة في طريقه إلى الكاملين. ربنا يرحمه ويغفر له وربنا يجعله يتقبله مع الشهداء والصديقين. طيب هنتكلم طبعا زي ما انتم عارفين زي ما كلمناكم قبل في البوست عن principles to choose your medical specialty. طيب هي الفكرة انه ندي بعض الهنس توريكم كيف تساعد الناس تختار التخصص اللي هي بناسب لها او ممكن يكون مناسب لهم في حياتهم. طيب الموضوع ده صراحة فضفاض جدا, ممكن الكلام يطول فيه, ممكن نتكلم فيه حتى بالساعات يعني, لأنه فيه تفاصيل كثيرة فيه, ممكن حتى يتعمق فيه جدا. لكن أنا حاولت إني أخليها تكون في شكل principles, بحيث إنه يكون في نقاط كبيرة جدا تكون واضحة أي زول الناس ما تفقد البوصلة بتاعتها خلال اللايف ده, تكون قادرة تركز, تكون قادرة تطلع بفائدة. إن شاء الله الفيديو ده هيستهدف الخريجين الجدد, الخريجين حتى القدامى, والطلبة الطب بتاعين جامعة الرباط اللي هم على وشك التخرج, أو أي طالب طب من أي جامعة. طيب زي ما قلت في البداية, بسم الله نبدأ. زي ما قلت في البداية إنه الحديث عن إنك تختار التخصص بتاعك ممكن يكون فيه بعض الصعوبات. طيب أو في بعض الناس بتواجههم مشاكل يعني, أو حتى بعض الناس بيكونوا confused, بيكونوا ما عارفين هم دارين شنو تخصص بيناسبني, هل أنا ممكن أحبه, هل ممكن تواجهني صعوبات جسدية مالية, في تفاصيل كثيرة الإنسان بتكون شاغلة باله سواء كان خريج جديد أو حتى خريج مثلا يعني له كم سنة. طيب فنحن إن شاء الله خلال اللايف ده بنحاول ندي بعض الحاجات, خلينا نسميها زي الناس الأطفال بيسموا مايلستونز, يعني حاجات تساعدكم إنكم تختاروا. تمام أوكي. طيب نبدأ. أنا مجهز اللايف بشكل نقاط بحيث إنه أي نقطة تقدر الناس بعدها تقدر ترجع عليها. طيب شكل 9 نقاط كده. طيب نبدأ بالنقطة الأولى. أنا بعتقد إنه من أهم الحاجات اللي بتساعدك في اختيار التخصص هو أنت الحاجة اللي أنت الشيء اللي بتفضله, يعني إحنا حسمنا النقطة الأولى تفضيلك للحاجة. طيب يعني شو تفضيل؟ يعني هل أنت مثلا بتفضل مثلا إنك تحتك بالمرضى كثير ولا بتحب قلة الاحتكاك بالمرضى؟ دي بتساعدك قلة الاحتكاك بالمرضى. مثلا لو بتفضل مثلا قلة الاحتكاك ممكن تفكر مثلا في الأشعة التشخيصية, ممكن تفكر في الباثولوجي, ممكن يكون خيار يعني. أو مثلا أنت بتحب حاجة مثلا شغل في ناس بيحبوا السكيلز الهاند سكيلز اللي هي طبعا السيرجيز بكل أنواعها يعني, سواء كان جنرال سيرجلي, يورولوجي, أورثوبيديك, اي ان تي وبقية التخصصات الجراحية. هل انت مثلا بتحب انك مثلا تكون انسان very knowledgeable جدا زي ناس الميديسين, او بتحب مثلا بس انت في طبعك بتحب المحاورة, تسمع وتتناقش مع المريض وتخش معه في analysis details زي ناس السيكاتري؟ فممكن اسمي النقطة الاولى هي الحاجة اللي انت بتفضلها او الحاجة اللي انت حاسبها بتشبه طبعك وانت حاسس انه التخصص ده فيه ثيم معين بيناسبك. تمام, فدي نحن ممكن نسميها النقطه الاولى هي التفضيل. مثلا مثال اضافي, مثلا في بعض انت مثلا في ناس الرياض بيحبوا مثلا انه يشتغلوا انه يشتغلوا باكسايتمنت وانه يقدر ياخذ ديسيجن سريع وبيقدر يشتغل اندر ستريس, هو حاسس انه عنده الحاجات دي, فده ممكن يطلع دكتور بتاع ER. طيب دي النقطه الاولى بتاعت تفضيلك للحاجه. طيب طيب النقطة الثانية نضعها في الاعتبار هي طبيعة العمل. لازم انت قبل ما تختار اي تخصص لازم تكون فاهم واعي جدا لطبيعة العمل بتاعت التخصص اللي انت عاوز تختاره. بمعنى اي تخصص سواء كان في اي بلد في السودان او خارج السودان عنده طبيعة بتاعت عمل معينة, عنده ستريس معين, عنده تحديات معينة. مثلا انت لازم تكون عارف مثلا خلينا نقول مثلا اخترت اورثوبيديك, مثلا لازم تكون عارف شكل الانكولز حتكون كيف, الديوتي كيف, تمام, وشغلك وانت ريزيدنت كيف, وشغلك وانت سبيشاليست كيف. تمام,
وبعد ذاك السايكولوجيكال بريدر والفيزيكال بريدر. طيب يعني النبطشيات المطلوبات منك، مطلوب منك شنو؟ ميجر سياتر، ماينر سياتر، كلينيكال راوند، عندك الديوتيز كيف شكلها، الديوتيز ذاته بتشتغلوا كيف. فلازم تكون فاهم تفاصيل بتاع طبيعة العمل بتاعتك، وانت نائب اخصائي وانت اخصائي، تمام؟ طيب ليه بنقول انت نائب اخصائي واخصائي؟ لانه في اي مرحلة انت عندك مطلوبات معينة، فانت لازم تكون، وانت لما تشتغل الروتيشن حيكون مطلوب منك شنو؟ هل حتقدر تتعامل معها وتستحمل الحاجات دي؟ ولما تشتغل كاخصائي مطلوب منك شنو؟ ولما تبقى استشاري مطلوب منك شنو؟ وهل انت نظرتك لنفسك حتقدر تستحمل الحاجات دي؟ سواء كانت جسدية، مثلا في بعض التخصصات فيها وقفة طويلة، في بعض التخصصات لا فيها ضغط نفسي، بتكون قاعد على الاسترس طول اليوم، انه بتكون فيها استرس جدا. في تخصصات يعني فيها طبعا ما في عمل ما فيه استرس، لكن في تخصصات انت يعني ديوتي دائما على اعصابك. تخصصات لا، انت الساعه 4 5 رجعت البيت خلاص تحت، فهي بتعتمد من تخصص تخصص. طيب فالنقطه الثانيه حنسميها طبيعه العمل. طيب ده بيودينا للنقطه رقم 3. النقطه رقم 3 انه انت عشان تفهم طبيعه العمل كويس، وعشان تعرف انه انت بتفضل شنو ما بتفضل شنو، والحاجه اللي انت حاسبها ماتشينج معك، رقم 3 اللي هي انت لازم تجرب. طيب واحده من اهم النقاط، ودي مسج دائما يعني تحديدا للطلبه اللي لسه ما اشتغلوا، الخريجين الجدد او ما اشتغلوا حتى الان، انه دائما يا جماعه ممكن الدكاتره حاليا يشتغلوا امتياز وميديكال يكونوا حايديوس المسج يعرفوها، انه انت لازم تفرق تماما ما بين شنو؟ ما بين الدراسه الاكاديميه والعمل والشغل العمل المهني. في كميه من التخصصات عندها شكل معين في الجامعه، تكون مثلا يعني عجبتك قرايتها في الجامعه، كورس معين، الاستاذ دكتور كاريرك الجامعه كان ظريف، المهم اي سبب، وحتى انت استمتعت بقراءه الكتاب، فالقرايه بتاعت الجامعه والعمل بعدين ليتر اون مختلف تماما. فعشان كده احنا دايما بنقول للناس ما تعتمد على القرايه بتاعت الجامعه، لازم تشتغل. طيب الشغل دايما بننصح الناس لما يبدوا يشتغلوا، مثلا خلينا نقول انت مثلا عشان نسهل على الناس تفهمني، مثلا قول خلي انت تقول مثلا بخيار مثلا بيدياتريك وجلديه، او بيدياتريك ودرماتولوجي مثلا، او اوفثالمولوجي. طيب اوكي انا كده هشتغل الامتياز بيدياتريك، حلو. لما اجي اشتغل الامتياز الداتا شو بتاعت البيدياتريك، اختار مستشفى مناسبه. هنا في شغلي في الامتياز انا بكون قادر احدد هل انا البيدياتريك ده بعدين ليتر اون انا جربته في الامتياز وشفته قدام الريزن، شفته قدام السبيشاليست وشفته. فانت هنا في الامتياز بتقدر تحدد البيدياتريك بعد ذاك بينفع معاك ولا لا. طيب نجي بعد ذلك تخصص مثلا ما زي ما قلنا زي الاطفال والديربة في الامتياز ما موجود. طيب ده لازم انت قبل الامتياز او بعد الامتياز، يفضل دائما بعد الامتياز، بعد الامتياز تشتغل فتره بتاع 3 شهور، سواء كانت خدمه، سواء تعمل اتاش، او حتى تاخذها جوب. ولازم تاخذ فتره كافيه، يعني اقلها 3 شهور. يعني في ناس بياخذوا شهر شهرين، لكن انا يعني من واقع خبرتي او يعني من شفته من اشوف الشباب الجو اللي اشتغلوا معانا كده في السيكاتري وكده، انه لازم تجرب الشغل 3 شهور، لانه 3 شهور دي بتديك فرصه كويسه انك بتحتك بزملائك، بتكون بعد الامتياز بتكون بقيت ماتيور اكثر، بتكون قادر تفهم الحياه بشكل اعمق. طبيعي انه كل ما يكبر يعني الميديكال ماتيور اكثر من الهاوس اوفيسر، والريزيدنت اكثر من الميديكال، وهكذا. فبعد ما اشتغل امتياز بتكون قادر تفهم الثلاث شهور دي بعد الامتياز، سواء كانت خدمه سواء كانت اتاش، بتكون قادر تفهم التخصص مميزاته وعيوبه بالنسبه لك يعني انت بعدك مناسبك ولا لا. طيب دي بخصوص التجربه. طيب نخش طوال في النقطه اللي بعديها. طبعا السؤال، انا طبعا كسودانيين في طبعا بسأل من اي حاجه، كان ماشي اشتري قميص بسأل، كان ماشي نار اعمل اي حاجه بستفسر. طيب ودي حاجه كويسه، يعني اللي بيسأل مبتوه زي ما بيقولوا اخوانا المصريين. طيب فبيبقى انه السؤال في التخصص مهم، لازم تسأل واحد من السينيرز، وبننصح دائما انه لما تسأل يعني تسأل اثنين، تسأل واحد يكون نائب اخصائي ريجسترار او ريزيدنت، يعني اسمها بتختلف، او سبيشاليست او اخصائي، تسأل الاثنين ما او الاثنين. ليه؟ لانه
الاخصائي بيديك النظره اللي هي ما بعد التخصص وبكون شكل الحياه بعدك لاحقا حيكون كيف من مميزات وتحديات. النائب الاخصائي بيوريك شكل الروتيشن كيف والمشاكل الحاليه. طبعا كل 3-4 سنين بيكون في مشاكل معينه بتمر باي حاجه في الحياه طبعا. فلما تصل النائب الاخصائي بعدين بيكون اقرب لك من العمر وبكون قادر يوصل لك الرساله بشكل اوضح. فدائما بنصح انك تسال نائب اخصائي واخصائي. طيب لكن السؤال ده ما فيه حته ترك يعني. دائما نحن بنقول احسن تسال زول محايد، لكن نسبه انك تلقى زول محايد صعبه شويه. ما لانه الناس كذابه او الناس ما دار تضل لك، لا، بس اي زول في طبعه بطبيعي انه يعني يشكل تخصصه، يعني ما في زول بيشنف حاجته يعني. تمام، فلا اللي يكون زول واصل درجه عاليه من الحياديه يعني، يعني يطلع لك التحديات. ما هي حاجه عندها مميزات وعندها تحديات وعندها عيوب طبعا. فده بخلينا انه انت يعني لما تساله اذا التمست الحياديه دي خير وبركه، ما التمستها تكون انت واضع في اعتبارك انه ما في زول يعني بينتقد حاجته الشخصيه، فانت تكون واضع الحاجه في حساباتك يعني. تمام، فاذا قلنا طب قلنا تفضيلك للحاجه والحاجه الماتشنج معاك، طبيعه العمل تجرب العمل لفتره اقل من 3 شهور وتسال على الحاجه. طيب بعد ما سالت واحده من اهم الحاجات هي برضو مهمه جدا، الحياه الاجتماعيه بتاعتك والوضع الاسري. طيب الحياه الاجتماعيه بتاعتك اللي هي انت قراراتك الاجتماعيه، مثلا هل انت داير يعني داير تتزوج قريب مثلا بعد الجامعه بعد الامتياز مباشره، ولا عاوز تتزوج بعد ما تنتهي من التخصص، ولا خلال التخصص خلال 4 سنة أو 5 سنة حسب التخصص اللي بتتخصصه. هل انت لا عندك التزامات تجاه اهلك عندهم محتاجين لك، محتاجين مثلا تغترب لاي دوله ما بحيث انك توفر وضع مادي تقدر تساعدهم، فانت الحسابات دي كلها بتطلع. طيب دي دائما ما عندها اجابه معينه، دي اي انسان فينا ظروفه مختلفه، في واحد اهله معتمدين عليه تماما، في واحد نص نص، في واحد اهله ما دارين منه حاجه، في زول داري يتزوج، في زول لسه شايف انه لسه، وهكذا. طيب فانت اي زول بيفصل حسب ظروفه. تمام، دي طبعا الناس فاهمينها، وانا متاكد انه يعني انتم عندكم معاه فيها مشكله، لكن لازم نحن نضعها شود بي كونسيدر. تمام، وما بس انه انت يعني مثلا حتى وضعك المادي، خلينا نقول مثلا اهلك محتاجينك يعني، اوكي تكون واضع بلان واضحه انه انا والله اوكي انا هشتغل، عملت سنه خبره، حمشي اغترب 2-3 سنوات، عملت مشروع معين، اي حاجه مصدر دخل اضافي، ساعدت اهلي، ارجع بعد ذاك سواء سافرت برا او تخصصت في السودان او مشيت اي بلد ثانيه، فانا اكون جاهز. فده معناه شنو؟ انه انت حساباتك الاجتماعيه لازم تضاف في الاعتبار. الحسابات الاجتماعيه بتبتدى ما بس الكلام اللي قلته ده، لا يعني مثلا انت مثلا شايف مثلا عايز تخصص تخصص فيه في الريزيدنسي وبعد ذاك في السبيشاليست بيضربوا لك كورات كثيره بالليل، هل انت قادر توافر انت مثلا كدكتور، دكتور اي دكتور مننا، هل انت بعدين قادر توفق بين وضع اسرتك في البيت وتربيتك لاولادك بالتخصص ده؟ هل حاسس انك بتقدر ولا انت حاسس انك ما بتقدر؟ اذا حاسس انك ما بتقدر فيبقى انك تفكر تاني في الموضوع ده. برضو نفس الكلام لاخواتنا الدكتورات، مثلا هي شايفه انه لا انا والله اتفاقي مع زوجي لا انه انا احسن، انا تربيتي لاولادي مهمه جدا، ليه حتى الخريجات او يعني تربيتي لاولادي مهمه جدا، فانا داير حاجه الساعه 3-4 ارجع بيتنا ثاني ما في يضرب لي، فدي بتختار تخصص او تشوف برنامج بتاع ريزيدنسي ما ياثر عليها وعلى وضعها في البيت. ونفس الكلام للدكاتره، وده بيرجعنا لنقطه انه الحياه بتاعت الريزيدنسي مختلفه والحياه بتاعت السبيشاليست مختلفه، فانت لازم تصطحب معاك وضعك الاجتماعي الان وبعد كم سنه. تمام اوكي. طيب النقطه اللي بعد الوضع الاسري، الفرق بين التخصص في السودان وبرا، واحده من اهم الفروقات يعني. انا اتوقع هنا الغالبيه حيكون عمل الامتياز في السودان، يعني لازم تعرفوا انه مش التخصص بس حتى الروتيشن فقط، لا حتى طبيعه يعني العمل، يعني في تخصصات فيها حوجه في دول معينه فبتلقى انه فرص العمل فيها افضل، في تخصصات لا يعني ما فيها حوجه، بالعكس بيشتغلوا على سد بلد. يعني مثلا زي الجنسية، في زول اوكي انا عاوز اعمل روتيشن في دوله برا، اوكي انت حر، دي حاجه بشجعك عليها تماما، لكن انت التخصص اللي عاوزه في البلد مثلا في واحد الدول الغربيه ده عندهم صعوبه في الجنسية حسب معلوماتي، يعني ممكن بعد ذلك الدكاتره الجنسية يضيفوا عليه.
انت عاوز يلدي لك، انت عارف انه وعاوز برضو تعمل استبسي مثلا كمثال. طيب انت الاثنين مع بعض حيبقوا صعبات، فيا تختار انك تعمل جلديه جوا السودان يعني عسى ولعل يكون اسهل، او فيه يعني بده فرصه لاولاد البلد، او تختار انك تغير التخصص. دي حاجه ترجع لك طبعا، لكن هي الفكره انه انت لازم تكون عارف انك داري ياتو بروجرام وداري ياتو بلد. فتخصص من تخصص بيفرق، تمام، بيفرق، بتفرق فرص العمل، بتفرق الكومبيتيشن، حتى طبيعه العمل. دي حاجه مهمه جدا، طبيعه العمل من بلد لبلد بتفرق. في حاجه تانية مهمه، في بعض التخصصات في بعض الدول لظروف معينه التريننج فيها ما ممتاز. يعني انا بتذكر انه في السودان بعض التخصصات ما لانه الدكاتره الماسكين المجلس هم ما كويسين او لا، في عندنا دكاتره متمكنين في السودان، لكن لوضع معين المواعيد التدريب ما كافيه، فالتخصص بيشتكوا جدا، تمام. يعني بعض التخصصات من غير التحديد هم بيشتكوا انه مواعيد التدريب ما كافيه، فهم حاسين انه اوكي دكاترتنا ما مقصرين، لكن النقص في الفاسيلتيز او الريسورسز، احنا ما قادرين نستفيد تماما. فانت لما تيجي تختار تخصص انت كنت عارف التخصص ده مثلا وضعه كيف في البلد، الدكاتره منو، الشكل الريسورسز هناك كيف، هل بيحتاج مثلا اجهزه معينه، اماكن معينه، المقاعد، التدريب كافي. في انت حديد تضع في راسك سواء كانت في السودان او برا السودان، من امريكا، يوكي، اي زول داري يمشي، داري يتخصص في مصر، تخصص برد عربي، دي بترجع له، لكن لازم تكون عارف التخصص هو شنو، وضعه كيف في البلد، والمجلس مسؤول منه كيف، وضعه كيف. طيب تمام، لانه احيانا في حياه ما في يد الانسان، يعني ولا حتى بيد الناس، المجلس في نفسه انت عندك مواعيد معينه بتوفر لك وزاره الصحه، في دول بتوفر، في دول ما بتوفر، وهكذا. طيب في 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 سؤال، في برضه نقطه مهمه نمشي بعدها ثانيا، شكل حياتك. طيب يمكن نقول النقطه دي الشابه يعني حصل لها اوفرلابنج مع كم نقطه ثانيه، لكن شكل الحياه ده هي 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 انا قاصد بها شو شكل حياتك، يعني نظرتك لنفسك لقدام، تمام. اوكي اشرح لكم بشكل اضافي، يعني انت عاوز تعيش وين؟ عاوز مثلا تعمل بورد مصري تمشي الخليج، عاوز تعمل بورد سوداني تمشي الامارات، تقعد في الامارات مثلا 10 سنه وترجع تاني السودان، ولا عاوز تتخصص في يوكي وتعيش حياتك كلها في يوكي، ولا عاوز تتخصص في يوكي وتقعد شويه فتره وتاخذ الجواز. بعض الناس عندهم افكار زي دي وترجع تاني السودان. طيب هي طبعا ما من السهل اي زول يقدر يعمل تصور حقيقي ل 20 سنه لقدام، حتى 10 سنه لقدام، لكن على الاقل انت بتفكر في الحاجه دي وشو بيك وكونسيدرت. ليه؟ لانه انت لما تكون قادر تخيل شكل حياتك، تمام، بتكون بعدك قادر تكون قادر تساعدك في الاختيار، اختيار نوع البورد واختيار نوع التخصص كمان، تمام. فلازم انت تحدد يعني شكل حياتك كيف، دار تعيش وين، داير شكل الحياة دايرة كيف ليك ولأولادك، تمام. فدي حتى انت تخطها في راسك وتكون خاطر تصور لحياتك، انه انت اوكي دار تختلف مثلا 10 سنة بين الخليج وبين الدول الغربية وترجع تاني السودان، عاوز تعيش حياتك كلها في السودان، شايف انه انت ممكن تكون انه انت عندك مستقبل في السودان، وانت ممكن تقدم اضافة لنفسك واضافة للبلد. فدي حياة تانية انت بتحددها مع نفسك، تمام. طيب فلان تكون عارف شكل الحياة بتاعتك، تمام؟ وشكل الحياة طبعاً أنت مع كل الحياة اللي ذكرتها من طبيعة عمل، مع التجربة، مع وضعك الاجتماعي، لكل أنت بتصحبها معك عشان تحدد شكل حياتك. طيب نجي لنقطة أوكي أنا يعني ما باقي كتير، لكن أنتوا معاي ولا أنا ماشي سريع جداً؟ أوكي أتمنى إنه أنا سرعتي ما تكون شديدة. انا ما يعني بحاول اكون متوازن عشان الفيديو ما يكون طويل شديد يكون ممل للناس وتفقد البوصله، وكمان ما اكون سريع شديد الناس تسرح مني، فبنحاول نعمل موازنه. طيب نجي للنقطه اللي بعديها، الوضع المادي. طبعا ممكن بعض الدكاتره يقول لك انت ما تبقى القروش ما كل حاجه، كلام كده مثالي جدا، ونحن يعني صح القروش ما يعني، لكن ما انت في النهايه يعني عاوز تعمل حياتك، عاوز تجيب تبني بيت، عاوز تشتري عربية، عاوز تربي أولادك، عاوز تقدريهم أحسن مدرسة، يعني فأنت لو ما كنت تمام. دكتور إياد قال السرعة كويسة، طيب نرحب بدكتور إياد، منور.
طيب يعني انت انت ما انت انت في النهايه الانسان عشان يبدا يبدع طبعا بيحتاج ماني ساتسفاكشن. فدي نقطه اصلا يعني انا ما يعني دي الناس كلها بتتفقوا عليها حتى لو قالوا عكس ذلك. طيب لازم تفكر في الوضع المادي. الوضع المادي بيجي مع نفس الحته بتاعت التخصص ووضعه في البلد. في تخصصات وضعها في البلد بيطلع قروش اكثر من تخصصات. في تخصصات على مستوى العالم كده لكن بلد من بلد بتفرق برضه. طيب انت الوضع المادي ده في هو الوضع المادي ده هو سؤال تساله نفسك. هل التخصص ده انا اشتغلت به هنا او برا او في اي مكان هل ممكن يعمل لي الساتسفاكشن بالنسبه لي، يحقق الحاجه الكافيه بالنسبه لي وبالنسبه لاولادي؟ ده سؤال تساله لنفسك. طيب بس دي انا حقيف فيها حته شويه لانه فيها برضو نقطه مهمه جدا. طيب حدي مثال عشان يلا في قبل ما ادي المثال في حاجه مهمه. الناس بتركز بس انه والله التخصص بيجيب قروش شنو التخصصات مثلا التخصص الفلاني وبس. على سبيل المثال يعني بس يعني مثلا الجراحه مثلا اي تخصص فيه عمليه او عمليه اعمل يجيب قروش. لكن في حاجه برضو مهمه بعض الدكاتره بيقولوا انه مثلا انه انت الناس لا 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 لا. بعض الوايز بيرسون بيقولوا حاجه مهمه انه انت اوكي انت ممكن تختار تخصص انت بتجيب لك قروش تمام، لكن ليه ما تختار تخصص انت ممكن تتبرز فيه؟ مثال عشان نفهم زياده مثلا من جمله سته الجراحه مثلا خلينا نقول انه الناس شايف انه التخصصات فيها العمليات بتجيب قروش اوكي في فهم زي ده متعارف عند الناس. لكن نحن مثلا عندنا في مدينه معينه عندنا 100 جراح او في منطقه معينه في ولايه معينه عندنا 100 جراح. انا لو عندي زول عزيز علي مريض ومثلا بيتعالج في برايفت او في تامين في النهايه انا ما حوديه لاي جراح وخلاص صح؟ اختار مثلا احسن جراحين حوديه سواء كان يورولوجي سواء كان اورثوبيديك سواء كان بيدياتريك وات ايفر اختار الزول اللي انا يعني الاخصائي اللي انا شايفه. طيب ونحن عارفين انه في احنا كلنا دكاتره عارفين انه في ناس بيتبرزوا تمام؟ طيب بمعنى الكلام ده شنو؟ طيب هو ال 100 اخصائي ده حيشتغلوا طبعا الارزاق بيد الله طبعا حيشتغلوا لكن في النهايه حيكون في 15 20 ماسكين الجو ودي حقيقه حتى لو الناس ادعت عكس ذلك. يعني ما هي الدنيا ما مثاليه صح؟ فيعني الناس احسن تتكلم بصراحه. طيب في بعض الدكاتره يقول لك انت اوكي ممكن تختار تخصص انت قادر تتبرز فيه الناس اللي فيه ما كثيره شديد او انت شايف نفسك فيه كويس بتقدر تعمل فيه اسم. فهي دي دائما ان الناس بس ما تمسك في التخصص يعني من الناحيه الماديه ممكن تختار تخصص وضع المادي متوسط لكن انت قادر تتبرز فيه وتتميز فيه فبالتالي انت حتكون من العشره اللي قلناهم ديل العشره قلناهم ديل لا 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 من المية مثلا في المثال قلنا. طيب دكتور معتصم قال ما طبعا هاي حوجه البلد الحالي ومستقبلا دي طبعا الحوجه دائما مهمه ودي جايين عليها هي. طيب انا احنا ممكن نخلي الكومنتات والاسئله في نهايه اللايف عشان ما يحصل ديستراكشن وفي نفس اللحظه اللايف ما يكون طويل جدا عشان بعدين لو اي زول ده يحضر ويحضروا. طيب هي برضو هي دكتور معتصم قال نقطه كويسه قال انه حوجه البلد او ممكن احنا نسميها بشكل ثاني الكومبيتيشن. في بعض الدول مثلا زي في في الما في الما في قطر مثلا او في امريكا عندهم زي نظام انت بتجيب سكور معين بعد ذاك بتقدم تمام بتقدم. ففي تخصصات فيها كومبيتيشن في تخصصات ما فيها كومبيتيشن فدي دي دي انت برضو عشان تتخصصها فدي انت تضع في الاعتبار تمام. يعني مثلا انت بتجيب سكور معين انا ما عارف صراحه الارقام ممكن بعد ذاك لما يجوا ناس البورد الامريكي والقطر يتكلموا يدونا تفاصيل اكثر. لكن انت بتجيب سكور معين بعد ذاك حسب السكور اللي عملته مع السي في بتاعك الحياه فيها درجات اعلى بيشيلوا ناس معين بيشيلوا ناس جايبين درجات اعلى في ناس جايبين درجات بيقوموا يضطروا انه يمشوا مقاعد ثانيه. في دي كلها بتدور حول البوزيشنز الموجوده في التخصص وبرضه الحوجه بتاعت البلد المهنيه بتاعت التخصص. طيب اولموست يعني ما باقي كثير. في نقطه انا مهمه جدا بحب اقولها السباق مع الزمن. وحده نحن كدكاتره عندنا الاحساس بتاع السباق مع الزمن ودائما بتلاحظه في الناس الخريجين الجدد تلقاه انه تخرج له سنه سنتين والله زميله امتحن رويال كوليدج
MRCB او اي حاجة ومشى او حدد لاينه، هو يكون قاعد حزين على نفسه او انا ما عملت حاجة او انا اتأخرتها. طيب يا جماعة نحن او انا بقول انه اوكي انا ما مع التأخير، كويس انك تنجز، كويس انك تمشي في حياتك، لكن الناس احساس العجلة الشديدة ما كويس. العجلة الشديدة من غير خطة واضحة حاجة سيئة. شوفوا شينا ما أبينا، وأنا زوج صريح يعني قدر الإمكان معاكم في اللايف ده، المقارنة موجودة، ما نوع من الغيرة والحسد لا، لكن طبيعة الزوج بيقارن بدفعته أو الناس اللي حوله يعني قدامه أو وراه بشوية، عشان ما عشان هو حسد لا، عشان هو داير قدام في حياته. لكن زي ما قلنا قبل، الناس ظروفها ما واحدة، تمام، والناس خطوطها ما واحدة وطريقة تخطيط حياتها ما واحدة. أنت عندك ظروف مادية محتاج ترتبها، رتبها بعدك تعال الحق، لكن لازم يكون عندك بلان. طيب أنت ما حددت التخصص، ما تقوم والله أنا طوالي أمتحن أوكي رويال كوليج أو جي أو إمارسي أو جي أوبس أمتحن وخلاص، بتمتحن وخلاص وبعد سنة تقول لا أنا ما داير أوبس كده، ما بينفع. أنت لازم تكون باني خطتك بشكل صحيح. أنت تبدأ من نفس الكلام قلنا، وإنك تسأل الناس، تجرب الشغل، تكون أنت التخصص زي البنيان. أنت بعدد السنين خبراتك المهنية والأكاديمية بتتراكم، وحتى اختياراتك بتخليك إنه أنت بعد ذاك زي كأنك بتبني، فأنت بتخليك إنك تكون ماشي صح. فأنت البنيان ده لما يكون أساسه ما صح وأنت استعجلت فيه بيأثر بعدين على قدامك وبيتعبك في خياراتك. فأنت لازم تحاول إنك ما تستعجل، تمام؟ أي زي ما قلنا الناس تكون حريصة إنها تنجز في حياتها، لكن ما تستعجل، تمام؟ ما تستعجل، تحاول إنه أنت تحاول إنك أنت تخطط كويس في حياتك، تعمل كل الحاجات، وما مهم إن أنت تتصابق مع الناس. يعني 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 أهم شيء إنه أنت صراحة، أنا شايف إنه الواحد ما مهم إنه يعني يتصابق مع الناس، الواحد المهم إنه هو ينجز مع نفسه، كله كم سنة يكون أحسن من نفسه. أنا كفواز أحسن من قبل 3 سنة، أنا بعد 3 سنة ده أكون أحسن من أسرع، وهكذا، تمام؟ دي بحاجة بتحددها أنت، تمام؟ فدي النقطة الناس بيخلوها بيضعوا معها الاعتبار، فخلوها معاكم في بالكم. الناس تنجز لكن ما تتضايق من غير فهم، ما تتضايق لأنه حاجة أنت بعدين بتضطر إنك تقدر روحك تورطت في حاجات، امتحنت أشياء أو دخلت في حاجات أو دخلت بروجرام أنت ما عاوز عشان أنت بس تنجز، فكده ما بينفع، تمام؟ أوكي. في واحد مرة في دكتور علق لي قال لي في بعض السبيشال سيتويشن زي مثلا زي التقديم اللي قلناه مثلا بتاع امريكا مثلا، هو جاب سكور معين وكان داير تخصص معين وما شالوه وقام مشى تخصص ثاني وتوفق فيه. مرات لظروف ما بتلقى انك امتحنت في التخصص 3-4 مرات ما شالوك، او جبت امتحنت كم مره سكور على تخصصات البروجرامات اللي بتشتغل بالسكور وما جبت السكور الكافي اللي بيدخلني، او ما شالوني لاي سبب ان كان، تمام؟ يعني طبعا بننصح الانسان انه يحاول مره مرتين ثلاثه، طبعا اكيد يعني الناس ما يستسلم طبعا لاي زول بيقول لك، لكن مرات انه سبحان الله بتلقى انه الظروف ودتك لتخصص ثاني وامورك مشت فيها، ما اوكي يعني احسن حاجه انك تتخصص حياتك دايره، لكن ممكن احيانا الظروف لسبب ما توديك لتخصص ثاني وتتفوق فيه، فاحيانا السبيشال سيتويشن دي بتحصل. فانت انت هاو تو ديت دي بترجع لك، وممكن كميه من الناس تخصص حياتهم ما كانوا دارينها او كانوا دارينها يعني متقبلينها، صح التعبير متقبلينها، وسبحان الله مشوا فيها وبيجوا من الناس المتميزين. طيب تمام، اعتقد انه كده غطينا اغلب الحاجات، باقي نختم ونضيف برضو حاجة اخيرة. انا حلخص النقاط اللي قلتها عشان لو في زوج يحضر اخر اللايف وعنده ممكن يقدر يفهم ويلحق، يعني كان كاتش اب. اتكلمنا عن انت الحاجة اللي بتفضلها في التخصص والثيم بتاع التخصص ده هل بيناسبك ويناسب شخصيتك، طبيعة العمل من تحديات ومميزات، من ضغط بتاع النبطشيات لضغط جسدي ونفسي، شغلك وانت ريجسترار وشغلك وانت اخصائي، لازم يكون عندك تجربة عملية تجربه، يا جربته في الامتياز يا جربته بعد الامتياز لفترة كافية جدا، تسأل الناس الخبرة سنايرك وتحاول تشوف الناس المحايدين قدر الامكان، تستصحب وضعك الاجتماعي والاسري، تكون قاعد تشوف حساباتك بتاعت بيت اولادك زواجك زوجك، وكيف هل بتقدر توفق بينه وبين البروجرام وبينه وبين شغلك بعد ده كمان اخصائي. وبرضه تكلمنا عن الفرق بين التخصص في السودان وبرا السودان وبين اوروبا والدول الثانيه.
برضو اتكلمنا عن الشكل حياتك، لازم يكون عندك نظرة لحياتك اللي قدامك، تكون عارف انت عاوز شنو ماشي وين وعاوز شنو من الحياة عشان تقدر تساعدك في الاختيار التخصص والبورد. برضو تكلمنا عن الوضع المادي وان انت احسن تختار تخصص انت بتتبرز فيه، السباق مع الزمن، واتكلمنا برضو عن سبيشال سيتويشن. انا دائما طيب دي كانت الكونكلوجن بتاعت النقاط. ممكن نسمع اي كومنتس اي اسئله، نخليها في الكومنتس احسن عشان اللايف ما يطول زي ما كررت كثير. وعندكم اي سؤال، واتمنى من الدكاتره زملائي دكتور اياد، دكتور محمد حسن، دكتور ايهاب، دكتور احمد الامين برضو ما قصر، دكتور معتصم برضو مشارك معانا فعليا، لو في اي اسئله تساعدوني في الاجابات برضو. برضو بشكر دكتور محمد حسن ودكتور محمد الباقر ودكتور اياد انهم ساعدوني في اللايف، ودكتور محمد ابراهيم الجندي المجهول في اللايف ده. حختم بجمله واحده، بحاجه انا دائما بقولها، هي جمله جميله جدا انا بقولها، يعني لما يسالوني الشباب اللي ورايا بيقول لي احنا كيف اخترنا تخصص، بقول انا بقول حاجه تخليك تفكر دائما مع نفسك. السؤال انت هل شايف نفسك في التخصص ده في باقي حياتك؟ اذا افترضنا انه العمر المهني للانسان من 25 سنه ل 35 سنه في الرينج ده، هل انت شايف انه انت 25 سنه 35 سنه قادر تشتغل التخصص ده بنفس الشغف ونفس الحماس ونفس الحاجه اللي هي بدت بها في البدايه؟ هل انت قادر تصبر على اقل حاجه؟ هل قادر تصبر على صعوباته وتحدياته؟ قادر تعمل حاجه دي؟ قادر تتبسط بها 30 سنه لقدام؟ اعتقد اذا قدرت تجاوب على السؤال ده حتقطع شوط كبير. ودائما قول لنفسك، طبعا الناس بيقولوا التخصص بيقدم لي شنو، طبعا دي حاجه كويسه، لكن احلى حاجه تقولها دائما انا هل التخصص ده انا ممكن اقدم له شنو؟ اذا حسيت انك قادر تقدم للتخصص دي حاجه بعيده جدا، تمام، ومعناته ان انت التخصص ده يعني انت ممكن تكون في فيري جود ريسيرش وتمشي قدام. anyway لو قدرت تجاوب على السؤال بتاع انك قادر تتعايش وتحب التخصص تستحمله، ما في حياة حلوة للنهاية، استحملوا 30 سنة، أعتقد أنه أنت بتكون جاوبت على السؤال ده. أتمنى أنه ما أطلت عليكم. دكتور محمد إبراهيم طبعا نبهني قال لي أنت ما عرفت بنفسك، طبعا في زول بيعرف، ما في زول بيعرف نفسه في النهاية، لكن أوكي. أنا دكتور فواز أحمد بكري، أخصائي الطب النفسي سايكاتريست الدفعة السادسة، وبحييكم جميعا. وإي زول عنده سؤال ممكن في الكومنتس يشاركنا، واتمنى من كل الزملاء اللي عندهم اضافات او بيساعدوني في الاجابات اتمنى منهم انهم يشاركوا. شكرا لكم جميعا، وشكرا لك معتصم على الاطراف، شكرا لكم جميعا، وان شاء الله نلتقي في لايفات تاليه من باقي الزملاء برضو عندهم حاجات حيقدموها لكم. والسلام عليكم.